الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكيل لببغ الأفرطاني اللحاد كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين نقصه جري باب التلبية وصفتها ووقتها وحباب هاي غاب كله تلبيستو هي صفات هذا هي وقتها لتلبية سنة بالله إسامة إدمانش تلبية ذو حكم كذو ومسألة خلافية بين أهل العلم جماعة من السلف والخلف وحيدا وواجب وواجبات كحج كي كميتها هاي ومركز حرمته إلى لقاقار يوم النحر وحلق رمي لقاقار وإن تلبية للوضو وواجب نيكي كتاقانا ليك باكو واجب يا جماعة من السلف والخلف باجيري وذا دنا وحيليهين وسنة من السنن واجب معها إن لي ما دوا خيري النبط دي لغا تغانا دم بكاس وقاري مايو ديقنا كو واجب مايو جماعة من السلف والخلف نوحيدا هذين وصن لكن كتقيدو ديق باك واجبية صدح ذا مثب السلف وكليهين قابت مكا النبي قلت البيسان جيري حلق يا وقتك أيو شيخ هذا باللابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع مولى بن عمر رضي الله رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله رسول الله تلبية ديسو أجيب الرب وأجيب يوحي أهيد إنه يجيب هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سيدا سيدا لبيك اللهم لبيك اللهم كأجيب أو كيالي وأمر كاذي قاتي ويريد هذه يدي سوحج آية ريالي بالغة وحالو تثنيي والله مانيي للتوكيد والمبالغة لبيك اللهم كأجيب مر لبادي مر صدحات بل لا شريك لك وحكو لو ذاك أدونك حق ملكك يا مملك مجره عباده عدك لو ذاك تنا ما يجرته صفاتك خاصك عدك لو ذاك تنا ما يجرته وإلا بيك الله كيالك أجيب إن الحمد ما هذا إذلك يو النعمة قلت يا نعمة إذلك لك هذيك آتي حقيقة والملك بقرط يدنا هذيك آتي لا شريك لك أحد كلو تدبيرك أضوم مضي الله أنشودنا مجره قال وحوري نافع وكان عبد الله بن عمر وحوها يزيد كي كرني فيها في التلبية تلبية وحكود درجري انت النبي قوشي وحكود درجري انو يلاد لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل بكود درجري أصو لبيك لبيك الله كو أجيبي أكو يالي وسعديك الله سعديك وأيضا وتثنيك لبيك من المساعدة لا من السعادة مساعدة الله كالمي ويأمر كذقاتي شيطان كهيلي أوليد إلهي الرسوش أهيلي هذا الرسوش أنبياء أمر كذقاتي الدعوة أحد أهيلي بعد لمته يدين نصيحة أطاه لله وللرسول ولكتابه وللمؤمن وعامة المسلمين ولا إمة مذكر نيسا مكا وسعديك من المساعدة الله كالمي كرب استوى وحوي أمر كذقاتي بالقوضة كعجيبي وأمر كذا يلي بالوجدة إما من السعادة سيدتك قاركود أي كخل دمينه ليبان تادا أي كفصيره والخير خير لما أنت بيديك قعمال ربي وكجرا لبيك الله كعجيبي والرغباء رجدو يا بريدو يا توقمدو يا والعمل عباده إليك حق هذا ربي وآتو أحد كلا بريدو أما خير لقى الرجين أيو أما الله توق أيو أما اللو تكون اللو عبادي سنة أيو وآدقو والرغبة أي الرجاء من الرغبة يو العمل أي العبادة أحد كلا عابده هايو عمل الله بحين حق سلا آدي وآدقة حدثنا إذن أذكرت وارلبا قيب ذكرك نبي محمد يا الله كالصغن دحليس وحبلا مجالين كرو وأذكرت لن كانت توقيفية كتاهاي لكن ما لها خير كي أذكرت بديا الليلي انتو نبي الشيقي مركا الله تمادو زيادة بثي يا خير بثي واتقدر كرتا سيدو يالي سيدنا ابن عمر عمرنا ويالي جري وي فرق با ودحاية ان دعادي ذكري دحي سوح لك شيء ايو ايا مركا طميزو انا خير قدر ستكالي يا بريك لسيوت ويكل الدويني
حدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان المكي قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل العبدري عن موسى بن عقبة الأسدي صاحب المغازي عن سالم بن عبد الله بن عمر حديث كابن عمر متابعات كيسا أيوب بدن دون هذا وحد صومرتين مالك عن نافع هذا وحد هيسان موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ونافع مولى عبد الله بكورنا يا موسى موسى دور شغ مشى كله ومالك كشغ يبدون هذا حديث كاني مر سالم بوكا قاضي يا مرنا نافع بوكا قاطي ومولى عبد الله وحمزه ابن عبد الله حمزه ابن عبد الله وكا قاضي يا سالم ولا الكي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها اذا استوت مركي اكاتو به الرسول كالراحلة قايدك سائل اكاتو قائمه يدو تاكن مكي هاشو استاكتي جوكسوتو عند مسجد ذي الحليفه ذي الحليفه مسجد كذا اكتيسا ومشو نبي وكحرمضي مسجد كي واقع مسجد كما دي سنه كدب بالله قد دي سهد دي وابو نبو مركو كتو كده كدب اي مسجد نقوتي اهلا واحرن جري حجك يوحرن جري اهلا اي احرم ورفع صوته بالتلبية فقال وحون ورنج يري نبو مركا يضا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ان داسي ان لكور ربنا والاخرية ومركاسي إن لهوس دقانا والآخرية هوس دقانا في عن حق معناها حي الاستناف وي مهط الله أضيك وآتي ذلك النعمة بعضا إسكالا وي هذا النتجر هذا تعليل بين نقن الله كو أجيب أكو يلي شريكنا مليهد صادرت بين نعمة ودانا ديك وآتي وي ومركا تعليل بين كان نقن وحن كو أجيبي إن أتقلط إيا النعمة إيا أبال بعض أولاد درت بين كو أجيبي نقن مركا أنضى ساسي معناها سي نقادن لكن أنضى أي لو بدن هي إن لا يقاد شو قالوا وحيدهن رقي وحديث كوري كقاتي عبد الله أو حمزة كوكي هي نافع يا سالم بأي كجران رقا صدح تابعين تاب لبوا إلما عبد الله أصدق أضيق على عبد الله بن عمر ننها دو حوى موليه زقع الكيسي أظنك حريوي وكان عبد الله بن عمر وحوها يقول كيد هذا هذه تلبية رسول الله ثاني وحاوي نبي محمد قاب قال له عجيب جري حج كمرك حجينا يقتل بيسنجري قال نافع كان عبد الله بن عمر وحوا يزيد كي كردية مع هذا مع تلبية رسول الله رسول كي تلبية قداش ذو كدر الجري لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل رجد يتقمد يبريض الله حق ذي هذا عمل كنا ضال لقوب بحين لقوب عبادة السنة هذا مين مخلوق بل قد يمايو وحدثنا محمد مثنى تلبية حكم كذا سيس لسكوك ما نرافينا وانكوش يا جاي رأيك أورنا واجب كتجد دي سنة دنبك واجبي أي حق بدل محيط الدليل نبي مركة خذوا عني مناسككم سوئين ومضوا أمري سنة أوية لي من الوصوك على الرياب اللمهي وحدثنا محمد المثنى بن موسى البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحولي تلقيت عفوا تلقفت التلبية تلبية وحان كضفي من في رسول الله رسولك أفكي سان كضف كقاتب وجيدا فإذا يتلقف ما يفكون والقرآن كوكو قرن إسان تلقفت وحان كضف التلبية لبيسي قابك اللو لبيك سي رب الله أجيب إلهي الله بري إلهي الله فالله أمانه من في رسول الله رسولك أفكي سان كقاتب آدمك لإيمان الشيقين فذكر عبيد الله وحوش الشيقي بمثل حديثهم بأيدي قانيها بمثل حديثهما باكفي عن معايا اللي بو ذات باسو الله سو شيغيو مالك يا موسى مالك عن نافع يا موسى بن عقبه عن الجماعه يا سو الرئيسي مركا عبيد الله من كهر ريو تابعين تو حكا قاتي وحكاج اللي بو ذات ومالك يا موسى سميدا سمينا سومرين فذكر عبيد الله وحو شيغي اسوغ في روايته وحو شيغي بمثل حديثهما حديث مالك ونافع ومالك وموسى بن عقبه ايوك لو شيغي وهدي مكر ليلى وعلى طريقه قوله مصنها جمع جري لبملها وحدثني حرملة بن يحيى تجيب المصري قال اخبرنا ابن وهب عبد الله اخبرني يونس بن زيد الايلي عن شاب الزهري قال وحوري فان سالم ابن عبد الله بن عمر اخبرني زهري بامرك هذا متابعين رقي كهرية مالك يا موسى بن عقبة يا عبيد الله بن عمر وكدم بي كلهم عن نافع وعن سالم يا وعن حمزة وأنك صوم الري فهذا واسك زياد قال وحوري إن سالم
إن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرنا وحيشك عن أبي أبيه تبيي عنه قال إنه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلام ويهل حرمانية تلبية سنية ملبدا أسوغ مضحى دجية تميس دجية تلبيتك ومركة تمها ضبضا حوكي حرار يوحي الله ماذا أتكو دجسه وكانت تمها ضبضا ليه هاي عربت وحيدقنا في الجاهد والإسلام با انت حجك اللي قلت ريح ماشا صان تمو أيسان أكلا فلالين وأن من ما يحسوا بوق كتى أذن النقانين إلى الله ما شاء الله يسنو هول بدن متشروتو لصبغ يداش متشرو حاجبة تاي تمينا هوا يسنام بضربتا هادو مرك يوم يوم النحر لجارنا أذن حيرنو أتقيب كجابس وض جابس تما هذه يوف كان الله صلى الله عليه وسلم اللي حرقة ماشوا كتشرتي مرك وحي سمين جن حوكيو حبك حبك إيو حراري وحبالو كده تشنشري أردال الله الصومالية ذي رمي وإلى هانجري أنا ساوي زمانجري بايا بقولنك مري جري أبشر وكرنا يا طيب ساو سكالو إنه قمر كحوكال ليس ما حرارته إذا بيا مركب بيا سك قاده ويزديه قبيس كقاده هي أيوه مركب حرارته حبك بيكون لشنجري حبك تعداد يوحي لها المالة يانتي لقويه أيام ماذا حل سال قل جري كدي تيمو هالكود بيكون استاج هيا ويتجنان هيا تورك كود تجنان هيا مركب هواس يبورنا كأجل مايو عاوس يتفنا كأجل مايو تمكوا أرق بين قنايا تاسأل له جذا نبي محمد بن أركيو صلى الله عليه وسلم يهل حرمانة تلبيسنية ملبدا أصوغ مضى حد يشيو حكيا محراري يقول حقنا له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد نبي ككرين بن أركي على هؤلاء الكلمات ابن عمر بعروني نبي أنت أنك كرين بن أركي وإن عبد الله بن عمر كان يقول وحوى مدي إلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع كان ذي آيد لمجرد وقوع الفعل وكان مرنا تكرار استمرار كثر كتما دا ومرك فلك صون نقضه مرنا وحلوق جيدا هل مر بقى الثميس دي فلعد مر سميس الله قوضا يلا قوضا وحدوك النبي هل مر بحجي وانا سنة كبدا بي هجرة ذيوها طيب سنة كتمنات وذكرنا إسان كويت من النبي قاقير يوديبا مركا كان عمر كما اتي تكرار كايد كثر ذهيد واتي مجرد وقوع الفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يركع كير ركوعه كنت كذا يركع اي يصلي بذي الحليفه ركعتين ذي الحليفه لا ركعه كنت كنجر صوبن صلى الله عليه وسلم ثم اذا استود مركا اكات به الناقه استود مركا لجوك استوي به صوبن الناقه هشو قائمه يدو تاغن عند مسجد ذي الحليفه مسجد الحليفه اكتيسا أهل وحرمن جري أما أهل وكت البيسن جري وإلهي بكبر يجري أما كو أمان جري بريد ربي من نوى متوسعة والدعاء مسألة ليلة هذا من نوى الكبري إيش إن هذا الكبري والدعاء ثناء بالليلة هذا إلى هنا الحسطو سبحان الله والحمد لله إلا بك أضل ضجو حقا أضل إله وحيسي معنى ذوى محي إله وأدبر يسا مثل إله أمان يسو إذا فعل الله أمان يسو أما أتكن يسو حقا ويدا دعاء سنيني إلهي وأكبر يش إيش أكبر يس واحد قلت كان أوردي ربي وحسي وامح إن لقونا حريص جنة لقسيه نار لقابد بادية مرك والكبري وي مرنا إله اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وارزقني وعافني مرك وامحي تن دعاء مسألة اللي إذا تهورنا دعاء ثناء بالي وذكر وكل دوين إذن أهل لا إله بكبر يجري بهؤلاء الكلمات كلمات كان صوت شيخ نبي إله كبر يجري أما وإله كو ينجري أما النبي كتل بي سنجري وكان عبد الله بن عمر يقول كيلو ذا كان عمر عبد الله بن حاكي أنا أصونا إنه التلبيد وحكو درسه أبيه عمر كتل سنجري الفاروق المحدث الملهم يقول لك أصونا كتل بي استوءها بإهلال رسول الله رسول الله سوء تلبي استوء تلبي سنجري أما وحر منجري ومن هؤلاء الكلمات ويرها أيها حق وضاء أي كتل بإنتو النبي وقاضوا أسونا قادي جري ويقول عمر وحورن جري ويقول أي ويزيد عمر بالك وضاء وحكود درسن جري أزونا لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل عشر كما يرد جني عاو ما دام حال وباقضي مركا ضغرتين أن تقدقي الله سكتل القاتو إذن عبد الله بن عمر أبيه عمر با أوجه الرئي إن زيادة أصله قد ضره أذكرتنا صور تحكم بدلي كرتيد أذكرتنا ما الصورة ذا ماشي كصور رتي يقابك صور رتي وحلاج بدال لا ما أقوله تاس وأجوني
ووكيل لقدي ذي صحابك يجيني ورسولك الذي أرسلت إلا إن ما يوحاتر هذا والنبيك الذي أرسلت مركة تاسو حكي بدل لما أقول حقا وحكو داريدة مركة أيضا لما يسو ميلها أو دعوة فرنت مقيدة أي سنة هاي زيادتك والعقل يسيدة تنوكالي هذه مقيدة هاي نحلق مدري كرو كتاب الدعاء أما تسعي الدعاء ومسكالها وذاتك بكرة أبو زيدة رحمة الله تعالى علي هذا الله أخر كتاب في عنوي على مبالغات فيه. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار العجل البصري قال حدثنا أبو زميل واسمه سماك إن الوليد وذكرنا يسعى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال مركو دمي حديث ابن عمر أصل وقد قباب كالتلبيذ النبي محمد في حجته أو حجته أي وقد بالشواهد مخرات ياشي حديث كابن عمر ابن عباس بن كيني قال وحول ابن عباس كان المشركون مشركين تعربد وحي أهاي يقولون كيكو إلى مركي حجين أيام لبيك لا شريك لك الله كسوء أجبنا سوء حجنا شريكنا مليد أحد كلو ذاك ملكك يما ملك عبادنا مجره. قال فيقول رسول الله مركز النبي أرنجري ويلكم ورمق عذبا قد انت كداية بس وي قد كفاكم حسبكم وي انت كداية لبيك لا شريك لك دي كداية موحدين أهل توحيد وي هو هابي يريرون ما شبه رضا بين قنية لكن ويبرندونا فيقولون مركز حورنا يا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه وما ملك انت سكب بإيات لا شريك لك أحد وحكوله وذاك مجر إلا شريكا وذاك مؤين هو أصغب لك هذا وكو هذا هل مضعضوك أرليه ذاك مؤين وحكوله وذاك مجر إليه أضابع إسكالي كاوحكوله لنا مضعضوك أرليه ذاك مؤين تملكه أضع هنطو متك إسكالي وما ملك يقوحو هنطبا أصغى قوحو سيلي هنا أضع إسكالي أصغى با ماذا أسمرك أما موصولة كدقة أما نافية لبضو والا أخرية تملكه أضع هنطو وما ملك أسوح ما هنطو أضع إسكالي وقال له حمامولا أسوح حمامولا حيوه أنكوسي مرة وأنكو غبريناؤن ويتي أنكوسي وقبسنا واسدي إرقان كدقنا ليقربوا إلى زلفة شفعاؤنا عند الله وحوما هاي لمن كسيدا يرمع الله يدي ومشركين هو شو ما كنا لغفر يهو سمالي بضم بيضا ماني معيري إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك حنسا أولي سمالي قيباك إلى يومنا وحي أمسي شعب دقادر كون كأصو إنو ما أمله إلى هنا وصو شقل كل هاي قيب أمسن باجرتا لبنكوك قبصدو إن هذا أولياء بريديو إن إلهي كو عررتو وحارون أولياء إلهي وقاس وضاهي أولياء دك دك بيكو جوابي قيب أمسن باجوغا قل يا سيدا يري كونا دام أبو جهل أبو لها بارنام الدين دام لكن عضا إسان وداد واتكبت بطنيس ما تقانا دي صمالي ورك يا دماء إسان يقولون هذا وركن يشيق الجيران وهم يطوفون بالبيت يقول بيت كل ضوافيا يسدى أورن جيران نبوا مركي أنتوا هري هذا يكون دين لهاي هوشو حين نقول له دك نبدي عانو أهل التوحيد مية لهاي إذن دعاء سمركا أبو بكر عفوا سيدنا عمر إيوه من عمر بقى يكون دري جيران بعض الصحابة النبي كورية لكن عمر يا سو ابن يا به عمر ان يتن دعيق اي لي ما دين بمود جيرين لكن قيبه كمدا صحابه قار كود بيبا كسوغنت هي سدا سعن وقاص يا ابو هريره رضي الله تعالى عنهما وحكمه تلبيه نعم قيبه كمدا وابرو ان كان من تلبيه رسول الله لبيك الله لبيك اله الحق ويبضنا نبي تلبيه انت صحابك استقبطي يحفظين بورين يا لبيك اله الحق وحكمتها لبيك ذا المعارج لبيك سداسو مركة أخواشا ساكوجرت مركة الزيادة على تلبية رسول الله لبا قول باكوجرت عند أهل العلم ويادو حدا ما يحلق مطري كرو نبيك انت اللقوري سو خذوا عني مناسككم أجيري هل حرف لقمطري كريد هذا وهذا وحيلين ويبنانت مركة تلبية محمد الله بمايو وحي كذب بيا ماشي أذكار بدون دعوين بدون بعلى قربا عرف كوحي وكفر ما خير وانسي ديننا صار سان الرون
حق حكم كذا خلاف كجرة وايدين شيء. باب أمر أهل المدينة بالإحرام تلبية وإن لبضيو ذكر وإن لبضيو سماريد ويكل إذا تلبية ويبحشون بقى جماعات كما كنت مكلقبحو من الله سي سعودو الى مرك عرف لسياده هي لسور رقمن هي ارورت لا سو كل مزدلفي هلكاس يا مكلو سعودو الى جمرات كلا جيرو وح تلبيه سو كل تام امه كلا واد او بغس او تلبيزانيا سومالد وي حشون كرب وما قادي كران كودي وح يرودن او حبيبان با حجي يود دم يود العراق وان دبا سعودي وان لا يابه ميكروفون انو كخدن ياي مويه ننكسو تلبيزني وارودي لحدن جرة بل يرضى أن يركي لسعته وحب قاده وين من كان حيرجوا وامر حبيب النبي حبيب الدين حبيب نقوة ضعى مركب تبردر هذا أصل إذا كانوا ملايني تلبية أفضل الحج هي العج والفج حديث النبي قصونا حج وح أفض بدن متكل لقول نواق ديري هاي التلبية كر لوقا هذا حق نديف بدن هذا يصح ولا بدن لجوره ومضى مساكين تلا درجيو باب أمر أهل المدينة قرمات البيسين سانوا أحبت كويس تام هوتيلاتي يسرير أحبت كويس تام هي ميل فوق بان لدتشي ميل سو كان لد أنا وفايف ستار بان دقنا هي ما فان كاسة وكذا ما لادي. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عندي مسجد ذي الحليفة وحبابي هاي فريتان كلا فري ريم مدينو إن أي كحدان ذي الحليفة مسجد كيدو إيسان رافين حق الناس كهر مرين حق الناس كذب دحين يعني وماشوا نبيكو ترقعتين كتب كذي كذب ناس أوحدي حجك أوحدي هشون أي كعضي وكذا قاقيب على الوجه ذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسد صاحب المغازي وأثبت الناس في المغازي بالله شكاس إنكاس موسى عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول سالم با ينكورنا حديثك وحان مغلي بوري وسالم بحم مغلي أبيه يقول له بيداؤكم بددين البيداء أصل كده لك برنان قيد لعانتا وحنا قاعدة كؤولين الضليدة بيداد اللي يرادة وليه مركو عرسيل وليه هاي أي بيداد اللي يرادة لك سطوب مركب بيداء أو برنان وحبا كبدحين حقنا واسعة أي بيداد اللي اسكيدة هاد بيداؤكم مركب ذا الحليفة مركب جوكتان وحق ما كأسي جيدان ووحير سعطان دول وحاكاهر إمان بورقة قابان وبنان دول كاسو دول كلو جيدو بانك السناء يدون كادو تقانين بددا ماء ودول أي دل عضاء لكن آن وح جيدا لهاي دول كاسو بيددا لقاوضا. إذن ما مسألة لبضان مسألة نسوفها أنه ابن عمر وحوق باع أصغو مسجد كذا الحليف هذا كنت كتان مركز مدينة كسو نقاغدا اتكحر مطايا لقوي سيستي اللي قلت كذا زماي دارك هل كاسو نبي وكحر مضي يتاقن يوهاش مركز استاكتو كعضي نيكي يلا هذا نبي محمد مركو عبار سعودي ومشيد بدده او قاري وحج كحيري نبي وكبنا بورطيب وليه ميلكه الرئيس مسجد كان نيكي شيغانا بين بوش يقولوا يوهو مكو نبي قلت كذي انتو سنكعين ايو خدني كانوا بينال وله ابن عمر هاشو مركي عبار سعوتي بدده غاديب نبغو خدي حج كنك يينا وا بينال وله لبدا و بينينيا ما خا صح ابن عمر و خوله وخا صح ميشو نبي كنتو كدي مركو انتو ككعي هاشو كوراي و هاشو استاغتي يو نبغو خدي كورنا ما خرنين كدبنا ما خرنين اتيبو كدغالميا لكن سيدا الراجحة ابن عمر روحه أركي أم بوشيغي لابضوا ويجر صدح ذو ويجر صدح ذو ويجر. طيب وان قاردون لك هذه الفانتان باربعون بيداؤكم بددين هذه ايتنا التي تاسو تكذبون أتكب أن أبورنا إيسان على رسول الله فيها أي بسببها في ذا جرتين واسبب يدو أيضا صعب كذا يدنبق أقب أن أبورنا إيسان بول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حتك محرني حجك إلا من عند المسجد مسجد كأكتيس ومير كملك كما يقولون يعني ذا الحليف نبي ذا الحليف ماشي اللي هذا ومسجد كألقاس وكحبي كما يقولون إن بيدنا بيدنا هو الرئيس بيدو ويه الرئيس حق ما كيجرتا هاو شامركا إشكال كذا وجاب الحديث كيسي با إيمان دونا كون لابا بقول طبانيو سيديت بكو إيمان دونا كون لابا بقول طباني سيديت وحونا جابر شيخ دونا نبيك بيدد بيدد انو كحد ابن عمر رمحوليه نبيك بيدد انو كحد
نين حديث النبي محمد حج كيس سوق وريانا وحاقول لما يستران سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري صدرت الرسالة جونية أيوك يا لقى قريبة أصقه حديث كيس هو كتاب جونية وأنا إمدنا سوق وديرو صفحاته سوى عبري أنا الشيخ النبي ما نفهم مننا كبر حي إلى كسف النقيب وكور ربي حبوا نكتب إلا ما ندر وحير مبويه جابر حديث كيسو حكوت كوي يمد أن النبي هلكها كحرمضي ابن عباس حديث كيسو حكوي من هلكها كحرمضي سعيد بن جبير التابعية أي كور ري قضية دي سنة بدود بينكم مرة سنة بدود بينكم مرة وعاد كفرين كرتان كنت ضوب بقولي تضبات الحديث كأبو داود مكو حج كتاب الحج مرية ترمدنا أصوغ مختصرا نكون مرة سيدات بقول تواني أسقال سيدنا بان نقطي وحولي أدان سعيد بن جبير أهي وحانو من عباس ما نويمد حارب ابن عباس أنا وآد بإذن الله يا بهذا صحابي نبي محمد تي ومحارنا يعني وحوري نبي محمد هل مربو حكي هل كمر وحكي واسكون من رافتين جابر وحوري بيدون نبي وكحرم ضي ابن عمر وحوري بيم بتخشكتين أذوق واقع هو البفطون إسا محارنا تقصنا من نام عليهم وحوري هدك دقيني أحد كوي قان أقول أقوم بالنبي وقابك وحكي أنا ويدي برانا كوش هول ابن عمر نوارنتي جابرنا ورنتي يا أضو فهن الآن باكويس وسيئة هايسا حول نبي مركو ضمعين وحجيو أمد المسلمين تايد ميي مقالب غرب وقلي وحوري وان حجين سنة كان هالغصو وطلقلو سنة كهو الرئيسين وكي أبو بكر دري دي أمد حجيسي وحي حجي كرا لكن أنوغو وان يحشرنا صدوحا بانكار ديكي دالي يدبتها الاسكبي مادو مدينة هالليقو يمادو نينكي أنكري كان مكاه يقو يمادو هل لا حجي بقول الله باطنكم الروح باسو تمت نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيولي مركو ذو الحليفة كتو كذي ضد بغن باسكوية من مركو وحيولي ونبي قرر على الركواء نين والبنى مركو نبي قال لكو المي حالدو كتو المانابو سوق قرشا سعيدو ويكاوص بحضي نبي مركو كتو كذي ركعتين كسونا دا او تلبية يستي صحابة اللي جو كتبا سوق قرشا ينو حدي ذو الحليفة كحدي انا كميدة جابر با كميدة markay hashu istaagtay oo dhaqaaqayna nabigu talbiid uu ku celiyay dadba maqlay oo soo guray ku nafbaxay Umar kamid yahay baydada markay maraysay oo nabigu boori fuulay dalcadii taagi tagayna uu talbiyeystay si ahkaamta looga guuriyo nabigu hal mar ma talbiyeysanayn labayka lama xajatan wa Umar uu ku celcelinay markuu tukaday buu yiri hashu markay istaagtay buu yiri markuu baydada maray baddu yiri ni walba intu arkay يسوع قري محاكم بقى برضه أنا نواه يسطع حديث سأو فان حديث كحديث أوقيم بضموي هلا آخر حديث دير أوقيم بضموي حابن حجر وحوري أنا كل رفات أنا مركان هلاي فهو رافع للإشكال إشكال باب كوتشر وحديث كصاريب ما سأو فهما ابن عمر ما كواكو أتكلم ورجع وردنا يمويين أصنوا زحية رجع وليه نبض كبرنا برتنا ويسحين والدي سي مش حديث كل جمعيه كجابرنا وايمان دونا وحدثنا وحاكو صهري بينتم حويري بين محل الاجاده عند اهل السنه والجماعه وعند المعتزله واهل القبله كل قد لبوداد مويه لبوداد المعتزله ولا جاليسي مويه وثمامه ابن اشرس ايو اردقي سجاحد مويه امضى انت ذكالي وحسكوا فقصين بين محل الاجاده إن الورشيكت خلاف سن حقيقة جرتي وربات شيكتي أن وافق سنين حقيقة يواقع وحان جنين الشيكتي ويمرك أما كسو الشيك أما كو خلدن أما كما هكاان نقطو أما صرم السيكتي أما توك تلقف ميش اللوغو دي إن الجاهلتي إن العالمتي إن المتعمدتي إن المخطئتي إن الناصتي إن السائل كلا قادمي مربد ابنها وقصوا بعور خلاف سن نبت ماشي كجر تمحل ورنا يا كاذبات هذه وكاذبات صحابي اجتهاد الإسلام تعداد مرة ما أن إلى ضم يسطه هم إلى ضم سأفر بلودي تبنها بين وإسلام تدشها تقول سنيد حاملة على قد انتي رشي إلي ولا طول حمل أجلهن يضعن حملهن يرحب كما جرى إنه قرصد الربي ويكوت كيس أبو سن أبو معه صحابي أبو السنابل إنه بعك زماين نبي بحرمك الله شيء كذب أبو السنابل صحابي هو اجتهاد ومتأول
فهمك الناس القرآن قابوا كوخلط من أول حوري كذبا أبو السنابل صحابه رغن كواهي قانان كاذبكو شرط ما إنو يهي متعمد هل كاذو التاقم بغارتنين ننك لتشيب كيسا فري وصول وحكا قابع محادي ألا توق ألا توق ماذا توق بحي قربة درموق عسيسا وحسن يوام محاي واتوق نمو أصغنا واتوق محادكو حكمت فالك أذ أرقتي كلا سارة فالك إن الحكومة روحي سمينا مقع الله سيئيو إيا إلا عقابه والله بكلا باب مكفر يصول بكو قاد محان لين يتوقني ما ميشا قد عاد أصغنا واتوق وضان سعنا وهاد ننكا وحو قاد يقدر كإنو قارها ينقع عن لقويو إيا إلا الدلو إيا إلا قراع إيا إلا بقدا ومسالك لي لكن هذا محوية ننكا واتوق محو سمينا واتوق وتغنمه نك إلهي غيرك عابد محل الذي ومشرك وسمينا وشرك هل الدلو هي وحكم كله أنت تفهم وإذا هدي وحبايا ورفضنا أنا وريرنا نمل لو إذا ورير شيء أو بندين شيء إسكي إلالية شركه هو من الكذب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بين من يسماه بين إن الأرك تبقى كفلا روح الدولة يشرك يلو ومشرك وحسمينا وشرك إن لدلها قبل إقامة الحجة لدينا ومسلك إنما تهل عقابة إيو كالقادة روح مقع الله سين يتلمانت الله سين انت بد فهم ويدين نيجا يدوكو متصارع تقارطين وفريص وحكو قادة وتكبى الليذي ومعاد ابن عقب بحني زار هذا وكا والله بحنا أركاي كان إلهي غيرك عابد أن بعضنا أركينا ومشرك وحصمينا ينا وشرك أنت فاهم لبوا ذات مركن نو حقوق وأن تعليقين نو حصل في عنب وشو وحور هوستا إن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو وركوا فانتين سواء تعمد أم غلط فيه أو سها وقالت المعتزلة يشترط فيه العمدية انت ساخلطة معتزلة درماها والله بودات كلية أبو القاسم الكعبي مقالات أهل القبلة مقالات الإسلاميين كتابه لها صفحة صدح بغطوطات سألك آخرية معتزلة درماها وحي قبان سدا سي قبان وحان كاين هل وذات وجاحد الليلة هذا يا شيخ يسي وثمام الليلة هذا وحيث كو قبتن أهل قبله نموالا هدو يدى الله الثالث ثلاث معتك اليدين نموالا ومتلا هذا والا ونعقل الشرين وكالكي يوحيد الله الثالث ثلاث كورم وهو علي قصد بمتشري عقل بمتشري هذا دفاع أنتي هنا ظهور إرتان بار روا معي إلي وحبيت كيف أنت أنت نين كوالا بالسكو هيا وركيس أنا قبله غي وحيد يعني أبو الحسن الأشعري بسوق لمقالات أخرية كان معزلي يا أبو قاسم الكعبي بسوق لمقالات كيس صدح بسكو ما نافع قل له وحيد نين كوحب لي يدوا بين يا قالمة ولا صعدة الله ثالث ثلاثة إلهي صدح أبو صدح هيا وامتك صدح صدح هيا ورتوا بين وأور خلاف سن واقع حقيقة وأنا قال لي ما يديه لكن نين كان ما دم وعليه اللي دلي ما هي لنا عقال من دم بين اللقى قري ما يديه قلم التكليف المصار مكلف ما يديه نمن كان مال بين مرين نمن وحيد هذه وهو بين لكن قال لي ما بين ويو والأخبار بخلاف الواقع وهي ثالث ثلاث حكم جرا لكن هو قال لي وحيد ربطها هي روحوا إنه عاقلية سيفالكي دم باللغة قرن نارنا أو قالوا قال لي ما يدو ملع لما دعيسي نمو وحيد بيننا معها هين قال لي ما نمع محاجرة وانينك جاحدة جاحد وحيد وحشد بينتو هي عمدي إن لو قستو كس يا ماك الله سمي أدو أك آد بين أشكتو صدح لاسوكر دقاقين وانين وانا لدوح لاسكو هاي
wuxuu sameeyay waa gaalnimo iyo waa been wada socota iyo ma aha labaduba iyo hala kala qaybiyo half and half been iyo waana been gaalnimona maaha nin waalan baa laga hadlaya markaas nimo miirkooda qaba oo duub weyn oo gaalnimada ku dhuflaynaya oo ilaahay ugu dhowaana waxaa leedihin waa muslimiin warkaa fahma marka faham intaasan rabaa inaan ka soo ninka falkadib inda almu'tadi wuxuu yiri wa al khabaru an shay ala ghayri ma hu wa bi hurufihi huwa al khabaru an shay ala ghayri ma hu marka way badan tahay in qoliyahan ala sunnada sheegtay ama ashaacirada ma turidiid qoliyahan ashaab al hadith wada suuda in mu'tazilada waxyaabo ay saqbanay u tiiriyaan way badan tahay iska ogaada daayifa kasta marka warkeeda soo guurinaysan kutubtida ka soo guursha وحديث إذن كبار رجلنا يا أري أقصى نغضوه كتبت عقيدة يارك اللي إذن كشي يمحوها أبو بكر الإسماعيل المحوري في اعتقاد أهل السنة والجماعة ويرون الدار دار إسلام وإيمان لا دار كفر خلافا للمعتزلة ويرون الدار أهل السنة والجماعة حقيقبا مسلمين تنميليه يكونوا ليهين يكونوا كذان يكونوا بدايهين أيقوا أي كتليان إن يتهي دار إسلام وإيمان لا دار كفر كما قالت المعتزلة وخطأ وخطأ على المعتزلة إجماعا ما قبت المعتزلة وركا أحد المعتزلة أوقب قرنك أفراد وحكه الرئي وركا أوشيك المتشرو كتبت هذا إجماع بيسوقوريا المعتزلة إني قبان ماشي المسلمين تكونوا لين حتى هذا خلاف سيهين أو أشاعريين أما ما تريديين أما أهل السنة وأصحاب الحديثين كل ودار إسلام لا دار كفر لدين شيخ مايو وذا الرجل ابو علي الجبائي او ابو الحسن الاشعري اذيركي هويدي قبي جري ايا هل كلي با رايغا قبا كدبنا وذا كلو ابو الحسين ما قات مر بنا طائفه ان لو تيريو على العموم لو تيريو وذا وركي والا اذا هذو حق قبا هبل او كمده معزله هبل او كمده اشاعره هبل او كمده من اصحاب الحديث رأيغان أد وذاتك أوقبو هدي دائفة بدن كت خلاف سنتاي ما بنانو إن لو تيريو لعموم الطائفة إجماعا اسكي وقاد ورك أسكا وظلم يتعدي عوري أبو الإسماعيلي لا كما قالت المعتزلة خطأ معزلة ما قبت كآخر يكتب تيدا خلاف قال الله بمبونو حال ربا مدن لسيك لقيبيو أو لك لسرسارو ومدو وحير بيسكو هيسا وحير بس كويس انت ام بالس كو ايمان وسوش و نمنك خلافن امه دبا كما ترسلات او غات اي ترسن ايمان ان تيرده كو جيرت باب الهلال من حيث تنبعث الراحله ان لغا خيدو حجك لغا خيدو ميش هاشو اي ككعدو نيفكاد بمعنى صعود كميشات كبلابايسو مركا ميقات كتيمادا لغا هلايا ميقات كباتيمن تل حليفه جحفو يا لملم قرن المنازل ذات عرق مالو نبي حديث سيري مركا تيمات قومات بلابي حرم حرشده حر مركا دقاقيس هاشو مركا كعيس غاديد كالوت مركا صد بلابيس حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن عبيد الله عفوا عن عبيد بن جريج انه قال لعبد المعور حكي يا ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن رأيتك وحانك أركي تصنع ذو سميني أربعا أفر الرموت لم أرى أنا أرق أحدا آدم ومن أصحابه كمذو يصنع سميني عبد الله يو أفر حاله وانك أركي أصحاب تضغط ما سميني محاجرة قال وحوري ورطوا إن لتو إذا هدي قال عبد الله وحوري ما هن يا ابن جريج ما هن يا ابن جريج إن جريجو أفرت محيه قال وحوري رأيتك وحانك أركي لا تمس أذن تابنين من الأركان جيسها كعبضة إلا اليمانيين لبدا مدك تجرتم ويجي كعبض وأرتن وأفرجيس أفرجيس بقول لسانتاي هذا كان ميس كانوا كلو والليدي مس إنه صو هيدا لكن أفرجيس وسمي بوقتها رجحن جيس وحجر أسود كتشره وكتشره إيه ككحيجة أي يمانيين الليل هذا لبدا حق حجر اسماعيل جيرانا شاميين بالي هذا عشان سوق قولا بسمين ارك حق حجر اسماعيل لبدا جيرتا يا شاميين لبدا لما اقمرو لما تابتو كانت لو ما تاغو
lama dhunkado labadan kale midka dhaw wuxuu ku jiraa tiirka dhaw ku jiro dhagaxana waa la dhunkada waa la gacan saara meesha multazam kana dad heesha xabadka la galiya ilaahay lagu bariya dad ka fogaatana waa la miida gacanta loo taagaa waa la takbiirsada midkan yamaaniga ka horeeya asaga ka horeeya xajrul aswadka asagu waa la taabtaa dad soo gaadho lama dhunkada laakiin haddaad ka fogaatana ma la ishaara misamee waa la isku haya hawlaha khaaska nin waxa iska leh xajrul aswadka labadaas marka asagu wuxuu taabtaa uu salaamaa ama dhunkadaa ibnu cumar labadan tiir labada gees tiiran waxaa lagu waa labada gees zaad ganadu afar gees ma ka ayaa kaas iyo midkan iyo midka yamaaniyan waxaa loo yidhi midkan xajrul aswad ku xiga ayaa xagga yaman ku aadan xagga yaman buu ku aadan yahay xajrul aswadku tiirku ku jirana ciraaqi baa layahay xagga ciraaq buu ku aadan yahay dib uu fiiro markaad noqotaan dhanka ciraaq buu aadan yahay ciraaqi baa layahay arrugna ciraaqi baa layahay waa midka uu ku jiro dhagaxu midka kalena jihatul yaman buu jira koonfur buu kaa jira yuu ku aadan yahay wuxuu yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay tii koobaad laa tamasu inaadan taabanaynin mee arkaane tiirarka geesaha afartee kacbada ila lyamaaniyeyn labada midig jirtaba mooye waa taqliib baa ku jira taqliib sida qamarayn iyo oo kale iyo nuuraynka oo kale unwey middaas labaad wa ra'aytuka waxaan ku arkay talbasu annicala sibtiyata adoo xidho un kabaha la magdiyey ee idiinta ah in dhogorta lahay min asabti wa alqadcu walizaala carabtu dhaqan waxay u lahaayeen jaahiliyatan waa islaam xoolaha markay gowracaan ay cunaan haraggii oon dhogortii laga magdin oon laga xirin oon laga hagaajinin bay kabaha ka samaysan jireen oo yeelanka kala bixi jireen oo suman ka samaysan jireen qaybtooda marka xoogu dabaaqada sare ah ee ahlu tarafka ee xoogu haysta ayaa kabaha magdisan jiray oo iyadoo idiinoo quruxsan kabaha ka jeexan jiray oo ka samaysan jiray ninkii kabaha qaabka aqabana nin xoogu taajir oo xoogu badar ku jiif ayaa loo arki jiray oo xoogu loo nicmeeyey idan saxaabadu marka maysan jecin salafku kabaha ninka kabaha noocaas ninka xidha waa nin kor isku yar qaadaya xoogu jeefka u kuusmay zuhdi iyo meesha khushuucaan laga rabaa marka ibnu cumar uu nin zaahidana waa tahay caabidna waa tahay xoogow kaba aan kayrka xidhna waa kugu arkay se wuxuu jiraa buu leh kabay qaadan jireen dabaqada sare baad qabtaa wa ra'aytuka waxaan ku arkaa talbasu annicaala sibtiyata kabaha la magdiyey ee timaha laga xiray laga hagaajiyey saddex wa ra'aytuka waxaan ku arkaa tasbagu iyo tasbuqu bada in la goday in la korabo waa la higaadshaa tasbuqu adoo ku cilaamanaya bisufrati jaallaha midab jaallaha huruud baad marsataa madaxa ama cirada marsataa ama dharkaada cad aad marsataa huruuddana ragga looma ogolay midabka jaallaha si wuxuu jira waa tii afraad wa ra'aytuka waxaan ku arkay idaa kunta bimakata markaad maka joogto ahalla annaasu dadku waxay xajka xidhaan idaa ra'aw alhilaala markay bisha cidilxijaba dhalataba markaad maka timaadeed xaj u timaado ummadda kula socoto waxay xidhaan bidha dilxija markay dhalaato bisha caraf markay arkaanba xaj bay sii xidhaan toddoba beri bay iyagoo muxrimiina sii joogaan oo xujaaj ah maalinka sideedadna minay aadaan waa dhaqaayumtarwiya laakiin adigu waxaad sugtaa maalinka sideedaad walam tuhlil adugu ma xidhatid xajka anta adugu xataa yakuuna yowmu tarwiya ilaa la gaadho maalinkii biyo dhaansiga ama cogaraanta biyihii carabo lagu cabilaa maka laga dhaansanay uu ka jawaabi doona marka afar su-aalood muhiima waa loo dhiibay wuu tirsaday cabdullaahi ayaa marka jawaabtiisa faqaala cabdullaahi wuxuu ibnu cumar ama larkaan soomaaha tiirarka afartee ee kacbada in labana aan taabteen salaamo labana aanan agmarin soomaaha fa innii lam ara rasuul allah rasuulka ilaahay maana arag bal anugu yamasu isagoo taabanaya ila alyamaaniyeyn labada midigta jirta mooye labada bidix jirta nabigu ma taaban jirin limaada labada midig jirta kacbadu qaybta ay kaga jiraan calaa qawaacid ibraahim bay ku dhisan yihiin kacbadu qaybtaas kamaysan bixin asaaskii nebi ibraahim kamaysan bixin way ku dul taagan tahay qaybtan shaamiyeynkuna asaaskii nebi ibraahim ma ku taagno qaybtan shaamiyeynka ee xagga bidixda jirta idan nabigu labadanu taabtaa
oo uu salaama labadaba ka leexanaya isagoo tusaya wali in kacbada lagu dhex jiro. إذن نبي محمد بار الله بدن سلامي جري محلو شايدكو كوانا متابن جري نبي كان كون راعي محادي بوهي. وأما النعال السبتية كبها اللمكدية قروح سن حرشوه صماها فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال نبي محمد وحرنا يارها كبها التي كباس ليس فيها شعر تميس كؤول. أنا أعطي قوان سطي صبره إمام الزاهدين والمتقين يحرن جري كبها اللمكدية رقر طلاين أنواك قد ضيضي كبي درنا ما هزودوا وأقل بقي إني يدوي. طيب هذا فقير وسكر هذا واحد حير طلع هذي الدنيا وقلب هذا كوه ينتهي فرعون باطي قارو هذا مليون ديرة هذي الدنيا وقلب هذا كوه يرتوى كتاب قيمة إسن كلا هينا قارون بات كحول البنات المحات هاي زاهد بات هاي سأقول عاشوا هل كان هذا كوه قرقريسو وحال حرتاء أذون هاي سنة محاط هاي إن أدوية جعل بات زود تقول مركب وعمل يقلبه ويه وحال حرتاء عالماء ويتوضأ النبي هو يسقى لما أركفيها في النعال السبتية فأنا أحب وحانت على أن ألبسها إن أنا حدثون النبي وحرن شري تانا وجواب عد بنان قتال وأما الصفرة فين شكا تالها أميدو كتالها إن مرسو قد كام عرضة أنا مرسو صمها فإني رأيت رسول الله رسول كلام عركو يصبغ بها كل لامانه نبي محمد بعرض يراولها نبي معرض بضنينه وحي راي مدح سكعت هذا ما قلت سكعت هذه مرة بمرن تري مذا بشال الله أم قدودني إعلان كانوا عباد مذا بشال الله أجره أصي إعلان كجيت كعلي وين صوق ورن تري مرسن تري بقى منا قدود دعراوي منا يرشال الله ضب أو ضب كلو نقول إياه وقرح المدش قلب شوكته فإنه يحب وحان شعله مركض فأنا أحب وحان شعله أن أصبغ إن كعلا أنتو أما درك أنا مري بها أي بالصفرة سيد النبي قوي إياه مع الظهر حلق حرة شضح حلق حرة شضح فرس قياس بو استعمالية صدح لها النصب كي جوابه لغا ما يشعر أيضا محايا لغا بصدي صحابة يتابعين تكليه كله تشوغا حجك وحي حدان بيش عرف مركا دلاته أظن واحد حرتا مالك سديدات ما هي النص عرنا أنا ما أقول مالك سديد هلا حدو نبي محمد واحد مالك سديد أنا مو هيو لكن فلك وأسوق السمي وهو قياس قرن دونا نص والقياس على النص نوا جائز هو كت نبي محمد عليه الصلاة والسلام حج مصو حرنين هي إلى أجاري ميقات كم مكان جاي ذا الحليفة قياساً عليه ومحي حج لحران مهيو إلى اللقيرو ميقات كي زماني قاها يوم تروية مشو التقنية مجدد حولي هاي نبيه مدينو كسو حران كري كما سو حران رحضو كسو حران كري كما سو حران حولي سوكي إلى أسو قاري ميقات كي دل حليفة نبيه قل سوكي أنو نوح الله قاضا هيا إلى اللقيرو يوم تروية قياس كيس قياس ضب أوهي آذيات بناك أويال مركب معنا سو استعمالي فإني لم أرى لكن إلا قهر مرين كرو مسألة إجماعنا بنان طاي ميقات كن لسوق قارن كهر إلا حرمان كرنا ومسألة إجماع لسوق قوري إنك سطوي من حزن من إسحاب روية كتا قال لبي سيدون وانا قتل محوري فإني لم أرى وأما الإلال حراشة صمها مالك يوم تروي أنو أن حدو ضدكونا أي عرف ملك دا طاي حدان فإني لم أرى رسول الله رسول الله ما أرق بوري يهل أصوغ حرانية حج حرانية ما أرق بوري حتى تنبعث به الراحلة إلى هاش سعيلة نقاقضه أنونا إلى يوم التروية اللي قاره وهاش يضعي كدقاق يسو محران يوي نبي قرمو حدي مركو قاد كيسو نقاقي حجو نقاقي ميقات كونك حدي أنو ميقات كيو حق الزمان ويوم التروية وحان حرانية ما كان مكا كدقاق هاي هاش يضعي منع عادو يعني حرانية هل كان سأسكب بقى مركا قياس حق بدن بسمي حق ميقاتك حق انبعاثك بسكب قياس يسلب بيك سلي ابن عمر اتباعي تطبع النبي قاد بأقوان أكسنا على تشدد في بعض المواضع حدثني هارون سعيد الأيلي حدثني المهم بن عبد الله حدثني أبو السخر واسمه حميد بن زياد عن ابن قسيط واسمه يزيد ابن عبد الله بن قسيط مضم بين صومر وذاتك عن عبيد بن جريج قال وحوري حججت مع عبد الله بن عمر بن لحجي
ابن الخطاب بين حج وعمرة، حججت يعني وحان لحج بيت كلا ولقس دون راعي عبد الله عمر بين حج وعمرة انت كرد حالي حج وعمرة راعي ثنتي عشرة مرة، ثنتي عشرة مرة لبي طمان شيربان راعي حج ايو عمرة اسكو جرتاه سود احتال. فقلت وحار يا عبد الرحمن مرك صادرت وان صاحبنا وان اسبرنا يوحان كل دير مرك ان سؤالها قار كدو ويديوه روح هذون أقوياء قد غطتها كجشود إنها تاجته وحقوه ما في عنا إذا ابن ماء إلى وذات كسبرتان وتكون في عراتان وحقوه شيك وذات يلاتان خوش لما تهدجو كركا شخصية طيبة لا تجنا ده دبل جوتين كرال الله وضع تاسكوا هذا. فقلت يا عبد الرحمن وعاني لقد رأيت وحاركي من كذا كارك أربعة خسنا أفر الرماد من كاركي وساق ابن قصد وحوك حيي الحديث حديث كيبوك بهذا المعنى معنا نصوشنا هذا إن سوم مريني وعبيد جريج يا حديث كذا قادني الوايد هولي وعك قادني سعيد ابن أبي سعيد المقبري بهران كسوري عن عبيد بن جريج هنا أنا وحك قادني ابن قصيد يزيد بن عبد الله بن قصيد وساق ابن قصد الحديث كحيي بهذا المعنى معنا نصوم مريني إلا في قصة الإهلال حراشة قصة يدين موييني انت قال ابن قصيد ايو سعيد المقبري واسكم معانو حديث كودو فانه ابن قصيد خالف هو خلاف في روايه وحو خلاف روايه المقبري بخلاف فذكره اهلال كبو شيغي بمعنى معنو كشيغي سوى ذكره اياه ماشي واقننا في الزار قالوا هنا دبت هذا انت شيغا ايون اسكا فيريا فانه حلو ابن قصيد ايو هو تحتك يا ورنايا هي سعيد المقبوري كلاهما عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر صومرة وحور ما ينوي هذا حديثك اسكم معنا قدوي ودوريين لبدا وداد لبدا التابعي معنا قدوي ودوريين لكن ابن قصيد با هل معنا كو خلاف سن وذاتك ابن ايها سعيد المقبوري فإن ابن قصيد خالفه خلافي في روايات محو خلافي رواية المقبر بخلافه فذكره إهلال كوشيغي ضمير كذكره إهلال كدو علين محايري أسقى سهري إلا في قصة الإهلال بالكسوجي فذكره إهلال كوشيغي بمعنى بوكوشيغي سوى أي خلاف ذكره مقبر الشيغي دي سكدوان إياه إهلال كوشيغي بمعنى بوكوشيغي سوى أي أي خلاف أو مخالف من خلاف سن ذكره ذكر المقبر إياه إهلال كوشيغي قصة الإهلال هي معنى الإهلال هي حرم الشدة قابك أشيغي مقبري قابا كان هين بو ابن قصيد أشيغي ابن عمير وقوري انت ميلة فانتين وحكانا ويكوض السعودان أنا سكاك التقو حدثنا بكم نبي شيبة قال حدثنا عن مسر القرشي عن عبيد الله عن عبد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو إذا وضع رجله لقتي سمركه صاره في الغرز كورها كورها مشان يرى لقطة الله ساري قاعدت كل وكره ركاب على هذا هذه فرس أذكريس فرس كوحة دكت الله سارة أما تونك الله سارة أما دبر الله سارة لو فريستو وح سرج بالله هذا أما سرج بالله هذا مشان لقطة برتن سوق الله فني لو يستعي كبت الله سارة لو كورانا ركاب على هذا ومركات جمان يفرس فول يسوي وحر هيرية ذا قبطل كي يطقانا أنا مكرباش كل ورنج فرداء الله صار كورة هذان عند العرب محل هذا سرج لقط اللي جانك يلو كورة محل هذا ركاب جيل ما كاد مرة يسوع كور كتون كوه حلقة صارية يكورس كلقة صارية هيرية ذا أنا محل هذا رحلي بالي رحلي رحلي بالي هذا ماشى لقط الله صارية كبال كي تكوب كبودي زنا غرز بالي هذا الغرز والركاب واسكمت في حق الإبل والخيول والفرس حق كلام سرجي الرحلة بكليجي اسكمتهم وهذا هؤلاء قرن ميزان قاروا ما كلوا استا قاريات وين الله كورس ملوك الله مزار انت دوري كرسي كفرسان ماشى لوك الله صار كرسي كلوك قارو على هذا يجيل تاينا غرزي هذا فرس ياينا ركاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله لبس مكوسا في الغرز
meesha lugta lagu qabsaday geela wanbacathat bihi raaxilatu qaa'im hashsun ay la booda iyadoo istaagaysa ahalla uu xidhan jiray xajkii min dhal xuleyfu ka xidhan jiray markuu nabigu lugta halkaa saaro ee hashu ay boodo ee hashu uu ku ekaado markaasuu talbiyaysan jiray ibn cumar leh waa xilligaasagu arkay xilligaasoo nabigu xidhanaya wey oo le labayka allahuma bixajatin wa cumra leh laakiin rag baa arkay salaada markuu nabigu ka baxay tukada isagoo fadhiyaba inuu xidhay rag baa arkay isagoo xidhanaya oo talbiyaysanaya markuu marayay bidada iyo baydada uu marayay hawsha waa idiin soo jamciyay ilaata وحدثني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج محمد المسيسي اثبت الناس في ابن جريج بلا الى وذاتك قال وحوري حجاج قال ابن جريج لنا واكو قدنا ابن جريج حنوي نقول نو تبي اخبرني صالح بن كيسان عن نافع من روايه الاقران وهي معايا صالح بن كيساني نافع واسكو ايني واسكو طبقه لبدا وذات اسكو ايني قاعد يحكي له ورشان محل لو يقانا روايه الاقران بعض مع بعض عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخبر وحشيق جرير بن عمر ان النبي اهل انه حجك حدي وتلبيستي وعودك كور قاضي حين وقت استود اي لك تبيه سبحان النبي ناقه هشيس قائمه اذا تاغ سفعني استاغو بغت وحدثني حرمته بن يحيى قال اخبرني مهاب عبد الله اخبرني يونس بن زيد الايلي عن ابن شهاب الزهري ان سالم بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته نبي وكره هشي سمن اركي بذل حليفه ماشي الله يداه ثم يهل حرنا يا حجكي حين وقتي تستوي اي لك تلجكس تبي هشو بها سقا هشي تستوي الناقه تبي النبي قائما يدو تاغن تستوي فعال كذا وهاش ونعد كلام معها مركز هاش سبع عنو يستغل مركز نوم حساوي إليا إن ضدك أركان منك فرق إذا أرك كو أركينين يا مركو حنا يا مركو تكذا أركينين إنه مركو النبي سبع عنو يستغل هاش كرك يا دوم وتاجي فرق يو وتلبي استور ربا هالك لقى لقى جوري علمي قول لقى قاتو وأنا مسألة أن مرن لاين إن السنة هاي إن حد كات حرطي عمره بعد صلاة أما ركعتين سنة هالنقدين أما صلاة عصر وماشي كوكو قواتها النقطة فرضة أما الظهر النقطة أي صلاة صلاة آتك تجد أشيت إن الحرمة وسنة وفض بطنطة واجبنا معها وإذا كان حرمان كانت الحرمة تكسع عنك أرتادون صلاة أنتك سنة ولا متفرض وقت الآن لقارين إذن لكن ويبنان تاي ركعتين الإحرام وسنة النبي قال السمية إن أنت تكتان بعد الصلاة حرمتها باب الصلاة في مسجد ذي الحليف وحبابي هاي صلاة إن اللي قلت كذا مسجد ذي الحليف ركعتين سنة اللي قلت كذا هذا صلاة قلق قبانين كد ابن مركة حج قال حرتاني عمرضة وحدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد بن حرى سوق في رواية حدثنا وقال حرملة أخبرنا وهب عبد الله لبضع وذات بادا ابن وهب يا شيخ لكن من نسيقة تحمل كي حكد أخبرنا من حدثنا أم بولين تسلوج هذا أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن شاب زهري محمد بن شاب المسلم الزهري أن عبيد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر والكسوي أخبره وحوش شقي ابن شاب عن عبد الله القتبي رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه يري بات رسول الله رسول كله بريي بذل حليفة مش لياذه مبدأه يا مبدأه بالر ليجات شامين كانت قدان إن أذكرك بكتام بق لا بد ولا أخيا مبدأه باللوجس أي في بداية حجه وي حتى كمركو باللابي يصعد كمركو باللابي هالكاسو بريي كدبنا وكذا قاقيو بات رسول الله أما من قلبه صوبه النبي ومدينة كصوبه حبين كهالكاسو تجوي بات رسول الله يذهب بعد دور ملاس حلا دنبون عصر كنا سود وي دورنا لقتري النبي كصوبه مدينه بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بابريي عفوا يا بريي بذي الحليف وبريي مبدأه باللوغ حج كيسي أما مبدأه باللوغ سعود كيسي وصلى في مسجدها مسجد كذين وكتو كذين وقدم بالله رسالة كمركز مسجدكم أولين إذن إلا بريو سنوين كحج كماءها سنوين كعمرنا ماء لكن وقته وقبته وقبل وقبته 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 نبي قال كوبي أجمعي وقالقاس وسعيدي ابن عمر لكن حسمين تري فالقاس تقول نبي قال آن خاص كو آهين إنه سميه وشعلان تري كوطي عشان نبي قال كقضى يتشيء قام مباحة أجر بالقاسين لكن إسكي أجر أمالها بابو طيمين جوغم سوان سعودة
بسمية وركاس هذه قربة. الله سبحانه وتعالى أعلم.